مثل ما وعدناكم كل اسبوع راح نكون في مكان جديد، واحنا حاليا متواجدين في منتجع شرق، واليوم الستيكيشن راح يكون مميز. يعتبر فندق شرق سبا الموجود على امتداد شاطئ خاص ملاذ منعزل في قلب العاصمه القطريه، وهو مليء بوسائل الترفيه. شو رايكم؟ هذا هو المنظر أول ما تدخلون المكان. السلام عليكم. ما في أحلى من أن الواحد يبتدي يومه بقهوة عربية. مجرد دخولك الفندق تلفت انتباهك هذه الثريا اللي قاعدتها تدل على خلية النحل، والقطرات اللي تشوفونها نازلة تدل على العسل. الواحد يحس بالترحيب والراحة بمجرد وصوله اللوبي. اللي يميز اللوبي ايضا النوافذ اللي فوق اللي تدخل لناره من كل مكان، ومصممة بالمشربية الإسلامية. قبل المكيفات في البيوت القديمة كانوا يسوون مثل هالنوافير عشان يبردون المكان من داخل. Good afternoon, welcome to Shark Village and Spa. Thank Please you. Have a seat. Thank you. There is, I think, a reservation under my name. So yes. Are you guys busy those days? Luckily, we are good occupied in those days, especially nice. After the long time of COVID and all the precautions yeah. we were going through. Yeah. But as we have one of the best beaches in Doha and yeah. our huge pools, of course, the family really likes to stay with us, especially at the moment it's some vacation period. Yeah. So we have a lot of local leisure staycations, which is great. So what do you recommend me to check while I'm staying here? I definitely recommend to see our arabesque lunch in the Aliwan restaurant. Yeah. It takes place from 12 to 3 p.m. It's definitely recommendable. It used to be a buffet, but as per the current situation, we serve everything personalized for you at your table, so you can have a safe and beautiful and enjoyable lunch with us. استلمت مفتاح الغرفة، بس قبل لا أتوجه لها بسمع نصيحة كارستون وبروح مطعم الليوان. الليوان، ومن ما يعرف مطعم الليوان؟ وأنا مكلمهم من قبل عشان يجهزون لي الطلب. حياك. أوه، الأكل جاهز. المقبلات موجودة. طبعاً الليوان يقدم أكل من المشرق، أكلهم شرقي. منتجع شرق شرقي، فهمتوها؟ المخرج لا تحطها كات. ونبتدي بشوربة العدس قبل لا تبرد. والخبز طبعاً يسوونه عندهم، خبز عربي فريش بريد، الخبز الطازج. حمص، الحمص يمكن لو لاحظتوا دائما ابتدي بالحمص، ما ادري ليش، تعودت خلاص، صارت عندي عاده واحب الحمص، طعمه حلو.
جاب الشيف الأطباق الرئيسية، بس للحين مو بعارف شنو محتواها. مكلمتهم قلت لكم تجهزون لي البست عندكم. صراحة المقبلات ولا أروع. بذوقك. بس هذه المفاجأة. المفاجأة حنشوف. اللي ما أعرفش داخلها. حنشوف. نقول بسم الله. شنو طلع هالطبق شيف؟ دي سمكة حارة. سمك. أيوة. هاي مفاجأة. هامور. هامور الله. خصوصاً هامور. يعني العرب يحبوا هامور كثير. أكيد. عشان لوكال فيش. طبعاً أيضاً اللي يميز المطعم إنه عندهم أطباق مختلفة متنوعة، عندهم السمك، البرياني، الدجاج، وبعد عندهم أشياء وايد في المنيو، بس توفقت أنا بالهامور. بسم الله. نحول على البرياني. أوبا. والله شكل هالبرنامج بيمتني. كنت بسوي مقارنة، قلت لا أكيد الهامور بيكون أحسن، بس البرياني صدمني صراحة. بكمل أكلي، واللي على باله إنه يجرب أكل من جميع أنحاء المشرق العربي أي هالمكان. طبعاً في نهاية شهر 10 الجو قام يعتدل، ومثل ما تشوفون أجواء رائعة، الهواء، اليهال يسبحون في البرشة، الممشى المميز مع المسبح، ممشى طويل ليه ما يوصلك البحر، أجواء رائعة ما تفوت. الحلو أيضاً في منتجع شرق أن المكان يحسسك أنك في قرية صغيرة، والمكان وسيع، الواحد يقدر يتمشى فيه ويأخذ راحته ويشوف الخضار، يعني عندك وراء حدائق وخضار ونوافير، ومن قدام البحر والشاطئ. برج السباحة معروفة في منتجع شرق، دائماً تحصلها مليانة وزحمة. اللي يميزها أيضاً أن تحتوي على أكثر من نوع وأكثر من برشة، في برج حق الأطفال وفي برج حق الكبار، وما يب شورتي أنا. أغلب الغرف تنعم بالهندسة المعمارية التقليدية، ومثل ما تشوفون معظم الغرف لها طلة مميزة وبلكونة خارجية، ويطلون على الممشى اللي يوديك للمسبح والبحر، وأنا الحين متوجه للغرفة. صمم هذا المنتجع على شكل قرية تقليدية مكونة من مجموعة من الفلل الفاخرة، توفر فيها جميع وسائل الترفيه والراحة. ايش رايكم في الغرفة؟ تحس الستايل الأصيل، الألوان الذهبية والبنية، ايش رايكم فيها؟ عجبتكم؟ وهذه غرفة النوم. لو تلاحظون أن أغلب ديكوراتهم من الخشب ويعطيك ستايل الفينتج. غرفتي تطلع على المسبح والبحر في نفس الوقت. الشباب قاعد يلعبون فولي بول، شكلي بجول معاهم.
في شاطئ شارق عندهم الكثير من الأنشطة والرياضات اللي الواحد يقدر يستمتع فيها ويغير جو. المنظر الصراحة رائع جداً. لو تشوفون المنظر اللي على شاطئ شرق انه يطل على جميع ابراج الدوحة، تقدر تشوف الابراج وفندق الشيراتون اللي زرناه في حلقة من الحلقات. وايضا لو تلاحظون العالم تمارس رياضات على البحر، واحنا شكلنا الحين بنروح نجرب الكياك. حياكم. والحين بنبتدي في جولتنا في الكياك. يا جماعة غيروا الاغنية، احنا في برنامج سياحي. رياضة حلوة، الواحد حلو بعد انه يغير جو ويسوي رياضة واجواء حلوة في البحر. ومساعة صار لي ساعة ادور على هامور، ما حصلت شيء ولا سمكة في المكان، لان اعتقد حركة وناس فالسمك شوي يشرد يخاف. يبي لنا حلقة من الحلقات نجرب رحلة صيد لازم. يوم دخلنا شوي في نص البحر تقدرون تلاحظون من هالمنطقة الاستوديو اللي مخصص حق كأس العالم 2022 اللي مكون من كنتينرات، اللي هو بس راح يتم تركيبه بشكل مؤقت حق بطولة كأس العالم 2022 وبعدين بيفكونه. والصراحة يعني ما أعطي المكان، ما عليه شوي تعبت، ما أعطي المكان منظر روعة. الرياضة ما تعب، يعني مريحة، أنت تمشي مع الماي بكل هدوء، بس إذا تبي شوي تستن الدف بتتعب. وهي رياضة صحية حق الكتف حق الصدر، يعني تنشط الواحد. أوه لا لا، دخلت في الجول. وصلنا السيف. والله حلوة هالرياضة، الواحد بعد ما يسبح في البحر ويجرب برتد السباحة، مو بغلط انه يجرب الكياك. بعد يوم شيق من الرياضات البحرية المتعبة، حلو ان الواحد يعطي وقت حق نفسه ويسترخي. خلنا نستكشف السبا. النادي الصحي منتجع شرق يقدم الكثير من الخدمات، ولازم الواحد يكافئ نفسه بين فترة وفترة. معاي الأستاذ أسامة راح يكلمنا أكثر عن النادي الصحي. مسي عليك بالخير. نبي نتعرف على النادي الصحي والخدمات اللي تقدمونها. مرحبا مستر سعود، طبعا برحب بك في النادي الصحي بفندق فريج الشرق. النادي الصحي في فريج الشرق واحد من أكبر النوادي الصحية يمكن اللي موجودة في قطر، وهو الميزة فيه إنه في يعني أشياء كتيرة موجودة مش موجودة في أماكن تانية. طبعاً بالنسبة لعدد الغرف عندنا تقريباً 23 غرفة لمختلف العلاجات، سواء كانت مساج أو حمام مغربي أو تنظيف حق البشرة. وطبعاً موجود فيه 2 جيم في نقدر نقول منطقة كاملة خاصة بالليديز، بمدخل منفصل فيها جيم خاص بالليديز وفيها ريلاكسيشن اريا خاصة حق الليديز لحالهم. السبا بيقدم تقريبا كل الخدمات اللي بتقدمها معظم النوادي الصحية، ولكن عندنا طبعا حاجات مختلفة بتفرقنا عن كل اللي موجود في الدوحة. أكتر شيء طبعا بيميزنا بالنسبة للنادي الصحي عندنا طبعا هي المبنى والكونسبت اللي موجود، هو طبعا بيوضح التاريخ وبيوري كيف كانت المباني الموجودة والبيوت القطرية القديمة. يستقبلونك بشاي زنجبيل، والمكان مريح والإنارة تدخل من كل مكان، وأنا ناطر دوري.
يلا يا جماعة الخير، فبدل ونلتقي بعد النادي الصحي. تسمعون صوت الهواء والموج؟ الحياة في شرق مميزة جدا حتى بعد غروب الشمس، العالم عايشة ومستانسة والأجواء روعة. بعد ما استمتعنا في مساءنا اليوم اللي كان ولا أروع في أمسيات ومسائية وليتات وحركات بعد ما انتهينا من جولة مسائية مميزة، خلنا اليوم نروح ونتوجه للأطباق الفارسية. حياك. اليوم منتعشى من فارسي. التصميم إيراني بامتياز، وأنا مكلمهم قبل لاجي وقالوا لي إن الشيف محضر لنا شيء مميز. السلام عليكم شيف. الله السلام عليكم. How are you, Thank you. Are you good? Thank you so much. My name is Ali Reza. I'm from the Iran. Welcome to Persian cuisine. I'm the cooking for you on the Iranian food, Iranian cuisine, Iranian dish. I'm today cooking this two Iranian nicely and so delicious cook. And the kofta and the lamb shurdel Iranian style cooking. And can I show you? Yes, I come here, I show you. And this board. Yes. And then for the kofta, Iranian kofta is named the kubida. One is the lamb shurdel cooking the Iranian style. And this plus the 5 hours the cooking slowly. 5 hours cooking. Yes. For this meat. Yes. يعني انصدمت بحجم الكفته، شكلي باخذها معي البيت، يعني مو بكفته ذبيحه. عندنا هذا الدش بعد اسمه مميز، قجري دش عباره عن لحم خروف، وعندنا كباب بناب مثل ما تشوفون الصيخ ما شاء الله ايش كبر، والعيش الكريسبي رايس عباره عن عيش مشكل، واكيد الخبز الايراني المعروف. صراحه نبتدي شوي بالمقبلات وبعدين ندش فيها في القجري دش ولا في الكباب. صراحه انا احب المخلل، احسه يفتح شهيه عندي يخليني اجوع اكثر. ايش في المخرج كفوك الخبز بعيد شكرا يا مخرج. والحين بنبتدي بالطبق الرئيسي، وصراحة أنا أعتقد أني لازم أخذ واحد من الاثنين، فبروح مع الكفتة بالزعفران. طبعاً هالكفتة ممزوجة بين الدجاج واللحم. ما شاء الله، خلاص إذا أكلت هذا الصحن بشبع. طبعاً المعروف في الوجبات الإيرانية إنه يحبون الزعفران، فتحصلونه في كل مكان، تشوفه موجود عندك هني، موجود في السلطات، وموجود حتى في العيش وأيضا في الكفتة. الكفتة خفيفة لأنها على الفحم، فما تحس إن اللحم ثقيل، لا تحس بطعمه خفيف ويذوب في حلقك وانت تاكل، وطعم الزعفران بعد معطيه لمسة ولا أروع. الحين بنبتدي بالقجري دش. الحلو انه يجيك بنوعين من العيش، العيش بالزعفران والعيش الابيض، والحمسه الخاصه باللحم والعيش، فضفنا عليه الحمسه
واخترت عيش الزعفران. سبحان الله لما اللحم ينطبخ أكثر من 5 ساعات تحس إنه يتنتف وانت تاكله، ومع عيش الزعفران شفتوا الستيكيشن كانت شلون. استمتعنا وقضينا وقت ممتع ومميز، رحنا البحر، رحنا المسبح، شفنا الغرفة وشفنا المطاعم الموجودة عندهم والسبا. وانصحكم ان تاخذون لكم يومين وتغيرون جو. We'll be right back.